السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما عودتكم عندنا وصفة جميلة وجديدة وسريعة جدا جدا من المطبخ الإيطالي، وهي باستا الجورجونزولا أو بنة الجورجونزولا أو مكرونة الريكفورد. هنشوف طريقتها إيه وهنشوف مقاديرها إيه الأول، ويلا بينا نعملها سوا. مقاديرها سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا. عندنا 300 جرام جبنة ريكفورد، 200 جرام كريمة طهي، ملح وفلفل اسمر، وبس كده. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف هنعملها ازاي. هجيب عندي طاسه على النار هتسخن وهنزل فيها الكريمه، عايزاها الكريمه تسخن شويه. في الوقت اللي الكريمه بتسخن فيه ده هبتدي اتخلص من الحتت الناشفه اللي في الجبنه اللي في الجوانب، وهقطعها قطع صغيره عشان اسهل عليها انها تدوب معايا في الكريمه زي ما انتم شايفين. بشيل كده الحتت اللي هي الجوانب اللي انا مش عايزاها، وهقطع الجبنه مكعبات صغيره علشان تدوب بسرعه جوه الكريمه. مكرونه لذيذه وسهله وسريعه جدا، وتعملها اي واحده في 5 دقايق بالظبط. اشيل كده اي حته مش عايزاها، جايه من الشغل مستعجله، ولادك راجعوا من المدرسه مستعجلين، عايزه تاكلي اكله سخنه وسهله وسريعه هتعمليها. يعني الوقت بتاع سلق المكرونه اكتر من الوقت يمكن بتاع تحضير الصوص بتاعها، وفي نفس الوقت حاجه الولاد كلهم بيحبوها. انا كده قطعت الجبنه، هنزل بالجبنه على الكريمه اهي زي ما انتم شايفين سخنت عندي، هنزل عليها واسيبها تسيح خالص جوه الكريمه. هلاقيها تتقل معايا دلوقتي اما اجي اسقط المكرونه، هاخد شويه من ميه المكرونه وهزودها بس لما الجبنه تسيح معايا. انا موطيه النار وهسيبها تسيح على نار هاديه خالص عشان عايزه كل الجبنه دي تسيح جوه الكريمه، وهوريها لكم. زي ما انتم شايفين الصوص عندي خلاص، الجبنه ساحت تماما والصوص تقل. هبتدي في المرحله دي هنزل بالفلفل الاسمر معلقه صغيره للي يحبه، طبعا اللي بيحب يحط فلفل ابيض يحط، وهبتدي احط رشه ملح. مش هكتر الملح لانها الجبنه اصلا حادقه، واصلا حاطه ملح في ميه المكرونه، فمش عايزه اكتر الملح، مجرد رشه بس تديل الجبنه طعم. كده الصوص بتاعي تقريبا جاهز، انا هركنه لحد ما المكرونه تتسلق وهوريكم المرحله الجايه هنكملها ازاي. كده المكرونه بتغلي عندي، هنزل نص كيلو مكرونه او حسب الكميه اللي تحبوها. انا عن نفسي هعمل باكو مكرونه نص كيلو. هتغلي المكرونه ولما تخش في السوا هبتدي اخد بس معلقه واحده، مغرفه واحده بس من الميه بتاعتها، هزود بيها الصوص بتاعي وهنزل المكرونه وهتشوفوها حالا. زي ما انتم شايفين خلاص المكرونه قربت تستوي، هاخد بس كبشه واحده بس من ميه المكرونه هزود بيها الصوص، لان الصوص عندي زي ما انتم شايفينه تقيل، فهزود بيها بكبشه واحده بس. ان هي الجبنه طبيعتها مع الكريمه كل ما هتقعد كل ما هتتقل، فانا بخففها عشان لما انزل عليها المكرونه تبقى حلوه وجميله. كده المكرونه خلصت معايا، هنزلها على الصوص اصفيها طبعا من الميه، وزي ما انتوا عارفين المكرونه الايطالي ما بتتغسلش، بناخدها من الميه بتاعتها على الصوص على طول. خلاص هقلب المكرونه وهغرفها وهوريها لكم حالا. كده المكرونه خلصت معايا، هغرفها في الطبق وهوريكم هنقدمها ازاي. وكده حبايبي خلص الطبق معانا وجاهز للتقديم، ولازم يتاكل وهو سخن اول ما نخلصه حالا، ما ينفعش يبات لي تاني يوم، ما ينفعش يتسخن، يعني تعمليه وتاكليه على طول. واللي حابب يعزز الطعم هناخد معلقه من الجبنه البارميجان معانا وهنضيفها فوق الوش ساعه الاكل. وبالف هنا وشفا. ان عجبكم الطبق النهارده اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.